ما حكم العلاج بتقشير جلد الوجه لإزالة بقع داكنة؟ تقشير جلد الوجه لإزالة بقع داكنة. هذه البقع الداكنة وهذا التقشير، التقشير الظاهر الذي يأخذ الجلد من ظاهرها، ليست فيه جراحة، ليست فيه دماء، وإنما هو إظهار للجلد الأصلي للوجه ولإزالة بعض البقع التي هي عارضة على الوجه وليست من أصله، ولم يتعلق بهذا التقشير يعني جراحة، ولم يتعلق بهذا التقشير مخدر، فلا حرج فيه بإذن الله تعالى، إنما هو من باب إظهار الخلقة الأصلية وليس هو من باب التلاعب بالخلقة المعهودة، والله تعالى أعلم.